احنا في بوث انتيكا هاوس في المدينة المنورة في معرض منتجات، وزي ما انتم شايفين هذه كلها المنتجات اللي هم بيقدموه ويبيعوا. ايش فكرة المنتجات هذه السالفة؟ عبارة عن تحف ثلاثية وانتيكات مكتبية. مصنعة في المدينة يعني؟ لا لا، كلها من الخارج. وكيف الاسعار بالنسبة للزوار اللي حيجيكم في معرض منتجات؟ ان شاء الله متابعينك خصم 20%، الاسعار من 40 لفوق. الاسعار تبدأ من 40 ريال. طيب، شكرا لكم.